عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. إضافة إلى أن هناك رواية عند البخاري: لتأخذن بقرون من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفنى هذه الأمة، كما عند أبي يعلى، لا تفنى هذه الأمة حتى تأخذ بقرون من قبلها، حتى لو أن أحدهم أتى امرأة في الطريق لأتاها في الطريق، حتى يقول بعض صالحيهم: لو واريتها عن الطريق. جاء في رواية، يقول الألباني رحمه الله: لذا أوردت هذا الحديث من أجلها في الضعيفة، قال: فإن مثله في من قبلكم كمثل أبي بكر وعمر فيكم، يعني من أمر بأن يسترها في الطريق هم بمنزلة أبي بكر وعمر، لكنها هذه الجملة ضعيفة.